كل التحاليل، كل الدراسات، كل التوقعات تتحدث عن يعني حروب طاحنة قادمة. الكل يعلم هذا الكلام، حتى الأتراك. الأتراك الشعب، يعني ثمة في تركيا نغمة شعبية تسأل العرب إذا تعرضت تركيا إلى هجوم دولي من روسيا، من اليونان، من أمريكا، هل ستساعدوننا كما ساعدناكم؟ هذا الأتراك يتحدثون عنه كشعب، يتحدثون عن هذا، هم يشعرون بهذا الكلام جيدا. الآن كما تعلم، وصول تركيا ل 2023 يعني أن تركيا لها مشروع. هم حتى هذه اللحظة فتش كل تركيا، لن تجد فيها نص رسمي يتحدث يقول أن هذا هو مشروع تركيا. هم يتحدثون التصريحات، أيضا يقومون بمشاريع على الأرض، لكنهم لا يكشفون عن نواياهم. مثلا هم تقدموا في صنع السلاح، تقدموا في صنع البحرية، تقدموا في صنع الصواريخ، تقدموا في التقنية بشكل هائل جدا. وللعلم يعني تقدمهم أسرع حتى من إيران، يعني أسرع بأضعاف المرات من إيران. لديهم سرعة هائلة جدا، لديهم يعني، والمجتمع التركي بحد ذاته يعني علميا معرفيا أقوى من المجتمع الإيراني، لذلك هم يسابقون الزمن. الآن الألمان مثلا في إحدى يعني شو اسمه، قال لك يعني لماذا الألمان على وجه التحديد؟ لأن الألمان ينظرون إلى تركيا، تركيا في ألمانيا فيها 3 4 مليون تركي، ينظرون إلى تركيا باعتبارها الآن متمردة أو تتمرد أو تخرج عن السرب. الآن كل النظام الدولي ينظر إلى تركيا باعتبارها تخرج عن السرب، وبالتالي الضغوط عليها هائلة جدا. كما يقال في تركيا الآن هي مرحلة أو زمن الرقوص، الرقص على رؤوس الثعابين، ليس لديهم خيار آخر. خاصة أنه يعني تركيا مصممة على الوصول إلى 2023، وبالتالي الغرب أيضا والنظام الدولي مصمم أيضا على الإطاحة في تركيا كمشروع. وبالتالي لاحظ الانقلاب الذي حصل لم يستهدف أردوغان بحد ذاته، استهدف تركيا الجديدة، استهدف تركيا التي تريد أن تخرج من نطاق النظام الدولي، أو على الأقل تتعامل مع النظام الدولي بندية.